الآن أسألك عن تواصلك مع مهند علي ميمي، مع صفاء هادي، زملائك بفريق الشرطة سابقا، عندك تواصل وياهم وكيف ترى تجربتهم في أوروبا؟ اي طبعا عندي تواصل، يعني قبل 4 ايام يعني كنت اتكلم مع مهند علي، وامس كنت اتكلم مع صفا. يعني دائما تعرف هذول اللاعبين يعني شباب يحتاج لهم التحفيز التشجيع، فكل يعني حتى يعني هاي الفتره اللي عشتها وياهم بالشرطه، كل ما املك يعني من خبره اللي تعلمتها بالاحتراف يعني احاول ان انقله لهم حتى انه لا يتفاجئون بالاحتراف. يعني انا مهند يمكن قبل يروح قطر شرحت له وضعيه قطر، لان يعني سابقا لعبت بقطر، حتى صفاء شرحت له انه كيف يتعامل الاحتراف. بالعكس يعني هم جدا يعني مستجيبين للكلام، حبوا يتعلمون، حبوا يعرفون شنو طريقه الاحتراف، ومتواصلين دائما، واتمنى الله يوفقهم ان شاء الله. زين، انت من كنت محترف احد نصحك وتواصل وياك وانطاك هذه التجارب والخبرات بصراحه؟ اي نعم طبعا، يعني يمكن اكثر المدربين يعني كانوا يتكلمون ويا يعني لاعبين. يعني تعرف احنا يمكن جيل 2007 ما اعرف، يمكن بس الشعب العراقي يحبنا جيل 2007، فيعني كان تواصل يعني بيناتنا، يعني زملائي حوار نشأت عبو، يعني تواصل ويا مهدي كريم كابتن قصة، يعني كان تواصل دائما، واحد يتابع الثاني اخبارك امورك، يعني تابعوا المباريات، هاي المباراة هيك صار مباراة ثانية، حاول يعني نصيحة يمكن لحد يمكن قبل 3 سنوات أربعة يلا بعد وجهتها لمهند علي أو صفاء هادي بتجربتهم في أوروبا، أبرز شيء. يعني أنا المهند قلت له راح تروح للدوري القطري، لازم يكون يصير عندك صبر، يعني تصبر، لازم تتعاون ويا اللاعبين، خليهم يحبوك. لان انا حقيقه يعني بدايتي مع الوكره، كنت العب مع نادي الوكره، كانوا 4 محترفين مغاربه، فواجهت صعوبه، فهذه ظلت ببالي انه انا بدايتي يمكن ما كنت متعاون، فوصلت له فكره الدوري القطري انه اذا ما تتعاون، اذا ما تخليهم يحبوك، فما راح تبرز. الولد هو يعني حب انه يسوي هذا الموضوع، بس تعرف انه اللي كان وياه ما ساعده، لا المدرب اللي كان موجود ما ساعده وما انطاه الفرصه. اوروبا ايش قلت له؟ نعم طبعا اوروبا اوصف لك طبعا الدوري الايراني شبيه الدوري الالماني، يعني تقريبا شبيه الدوريات الاوروبيه. الدوري الايراني يعني احترافه 100%، ما بي مزاح، ما بي يعني انه من رخصتك اروح اجازه او فشي، لا كله ورقه وقلم، كله قطوعات، كله التزام، كله ارتباط. الاحتراف باوروبا نصحت يعني صفاء، قلت له انه انت حاليا رايح لا تفكر بالماده. نعم. انت حاليا رايح تبني اسمك، تبني شخصيتك، فكر بالافضل. الروسي انا كمستواك ووضعك، لا تطمح انت بالدوري الروسي. اطمح الى دوريات الدوري الايطالي، البرتغالي، الانجليزي، لان انت هذه خطوه كبدايه حلوه. حاول انه تخطو بعد خطوات للاعلى وللافضل. واحد من الامثال كابتن علي عدنان، حاليا تشوفه يعني بالدوري الايطالي، بالكندي، الامريكي، يعني